إذا مشاهدينا أيضا لننتقل إلى ضيفنا من عمان أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي. إذا أهلا وسهلا بك أحمد. أبدأ معك مع أرقام التضخم التي صدرت مساء أمس، جاءت متماشية مع التوقعات، ولكن إجمالي التضخم شهدنا قفزة بعد 6 أشهر من التراجع التدريجي في أرقام التضخم، فكيف تقرأ هذه القفزة وهل هي مقلقة خاصة مع دخول ترامب إلى البيت الأبيض وسياساته التي أيضا من شأنها أن ترفع التضخم؟ صباح الخير مايا، شكرا للاستضافة. بكل تأكيد مايا، أعتقد بأنه الرقم قد يثير بعض القلق، حتى أعضاء الفدرال الأمريكي في الأمس أشاروا بأنه بعض المخاوف، نبرتهم أشارت إلى بعض المخاوف، سواء كان شميد، لوغان، كشكاري، جميعهم أشاروا إلى بعض الإشارات بأنه هناك مخاوف بأن التضخم قد يكون بعض الشيء راسخ اقتصاديا. هي إشارة بأن تحركات الفدرالي الأمريكي في الفترة القادمة قد تكون معتمدة على البيانات الاقتصادية، وأن لا يكون هناك سياسة ميسرة أو سياسة مسيرة عفوا بالنسبة لتغييرات الفوائد في الفترة القادمة. فبالتالي أعتقد بأن القراءة 2.6% مقلقة بعض الشيء بالنسبة لتحركات الفدرالي الأمريكي من ناحية. من ناحية أخرى، الكور سي بي آي المؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.3% لا يزال بعيد كل البعد عن مستهدف الفدرالي الأمريكي. فأعتقد أنه هناك بعض الإشارات للمخاوف، خاصة تضخم الخدمات، تضخم الخدمات لا يزال أيضا راسخ اقتصاديا. وحتى بكل تأكيد الطبقة عدم اليقين، المخاوف وتزداد مع وصول دونالد ترامب، هناك مخاوف بأن يكون هناك السير نحو النمو الاقتصادي ورفع النمو الاقتصادي، فبالتالي عودة اشتعال أرقام التضخم في الفترة القادمة. فبالتالي هو رقم واحد، نعم غير المسيرة الانخفاضات أو التباطؤ في الفترة الماضية بالنسبة للتضخم، لكن أعتقد بأنه قد تثير القلق في الفترة القادمة. يمكن 25 نقطة أساس لا تزال مسعرة مايا لحتى الآن في الأسواق في ديسمبر، لكن أعتقد بعض الشيء قد يكون، حتى لو الفدرال الأمريكي اتجه للتخفيض في ديسمبر، قد يكون هناك بعض الإشارات في الإيكونوميك بروجيكشن أو المنحنى الاقتصادي، توقعات المنحنى الاقتصادي في ديسمبر، بأن يكون هناك بعض المخاوف بالنسبة لقراءة التضخم. لذلك أعتقد بأن القراءة قد تكون مثيرة للقلق بأن يكون هناك صبر استراتيجي في الفترة القادمة بالنسبة لتحركات الفدرالي الأمريكي في السير بالتيسير للسياسة النقدية. إذن أحمد، أيضا لدينا أرقام البي بي آي اليوم، هل نتوقع أن تأتي متماشية مع التوقعات؟ أعتقد بأن قد تكون هي قريبة من التوقعات ما يعني في الفترة الأخيرة من ناحية الإنفاق، وحتى لحتى الآن يعتبر نوعا ما جيد، انعكاسه على النمو الاقتصادي يعتبر جيد. فبالتالي مؤشر المنتجين لا أعتقد بأن يكون هناك له ضربة اقتصادية تغييرات جذرية بالنسبة للقراءات السابقة. فبالتالي أعتقد بأن قد تكون القراءة قريبة من التوقعات، قد لن يكون هناك إثارة للقلق من ناحية النمو الاقتصادي، لكن أعتقد بأن قد تكون مثيرة للقلق لأرقام التضخم في الفترة القادمة. هي المخاوف مايا في الفترة القادمة أن يكون سياسات دونالد ترامب تؤثر وتثبط عمليات الاستهلاك بالنسبة للأفراد. فبالتالي هي المخاوف لحتى الآن هي عبارة عن مخاوف جراء نبرة، جراء توقعات، جراء احتمالية بالنسبة للأوضاع الحالية. لكن أعتقد بالنسبة لمؤشر المنتجين، خاصة مع قراءات مبيعات التجزئة في الفترة القادمة، الإنفاق، أعتقد بأن الأرقام قد تكون هي قريبة من ما هو متوقع. فبالتالي أعتقد بأن يكون هناك مفاجآت غير سارة للفدرالي الأمريكي في قراءة اليوم. كيف ترى التوجه على عوائد السندات؟ كنا شاهدنا بعض التراجع عليها مع صدور بيانات التضخم، ولكن عدنا لنسجل مكاسب ونبقى قريبين يعني من مستويات مرتفعة، أعلى مستويات تقريبا في 4 أشهر. يمكن ما يتفق معي أن عوائد السندات في الفترة الحالية وحتى في الفترة القادمة سوف تتجه إلى تقلبات مرتفعة جدا. يمكن ما يدعم التقلبات اللي بالنسبة لعوائد السندات، وأن نشهد تقلبات عديدة وتقلبات كبيرة جدا، هي توقعات التوجهات الفدرال الأمريكي. فعندما يكون هناك توقعات قد تأتي فيها طبقة عدم اليقين، بالتالي عوائد السندات قد تتجه إلى تغيرات كبيرة جدا في الفترة القادمة. ما يدفع عوائد السندات من الأمس إلى اليوم إلى ما هو قادم في الفترة القادمة، التوقعات
الاحتمالية تخفيض أسعار الفائدة والتفاؤل بشكل كبير في الفترة الماضية جراء أن نتجه بالجامبو كات أو بتخفيضات أسعار فائدة بخمسين نقطة أساس، واجهت المخاوف بأن يكون هناك فقط 25 نقطة أساس في الفترة القادمة، حتى مع قراءة التضخم الأخيرة على ما أعتقد قد ألغت فكرة 50 نقطة أساس بشكل كامل، فبالتالي تأثير على عوائد السندات سوف يكون هناك تقلبات كبيرة جراء حالة الاحتمالية بالنسبة لأسعار الفائدة. يمكن ما ذكرتيه قبل قليل مايا بأن تخفيضات أسعار الفائدة حتى عام 25 قد تقلصت احتماليتها، فبكل تأكيد هي مؤثر بشكل كبير لأن نشهد عودة ارتفاع بعض الشيء لعوائد السندات، فبالتالي أعتقد التقلبات تكون كبيرة جدا، لكن لا أعتقد أن يكون هناك هبوط كبير جدا أو ارتفاعات كبيرة جدا. أعتقد بأن قد نشهد تقلبات سعرية بالنسبة لعوائد السندات ضمن مستويات محدودة في الفترة القادمة. شكرا جزيلا لك أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي. شكرا معي.